السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير، وجيتكم نشوفكم مقطع جديد قبل مقطع الشباب لا يزعمونكم صلوا على النبي، بعد لا يزعمونا خضر زر الاشتراك لك المقطع وفعل الجرس كمان، لا تنسوا تستخدموا كود تمشوف شيش الظاهر امامكم. خلينا نبلش على طول. بحكي لك انك بهذا التحدي احمل عينة فضائي من محطة اقمار صناعية الى مدخل المجمع الغريب، تيجي على نفس الموقع اللي انا جيت لك عليه هسه هون بالضبط، اتوقع شفتوه هي هون محل ما حددت لك، راح يكون هون في عينة بتاخذها، بعد ما تاخذها كل عليك تروح توصلها للمجمع الغريب. هروح هسه احنا على المجمع الغريب على السريع عشان افرجيكم كيف تقدر تعملوها بنفس الجيم، يعني طلع كيف على السريع بتاخذ وبتروح على المنطقة اللي انا رحت عليها، بعدك تستخدمه هون هيك وبتصير قريبين جدا عليها، اتوقع بتزبط معكم راح تزبط معكم دمجة فريق عشان تقدر تستخدموا هاي شو اسمها الجلايدر. تمام، سريع 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 تيجي هون سريع، يلا هي وصلنا مجمع الغريب. احنا كيف تروح توصل هاي العينه للمجمع الغريب وتخلص هذا التحدي؟ يعني انتوا التحدي سهل سهل جدا وصعب بس سهل، سهله كذا شامتك ويانا. بس الشباب هذا كان عندنا التحدي لليوم، لا تزعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لكن المقطع وفعل الجرس. اشوفكم فيديو مقطع جديد، مع السلامه، بيس. هون مكان العينه الشباب بتوصلها، هون بتوصلها. تمام، سلام.